بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بارك الله في جميع بارك الله في مقاصدنا جميعا. وصف نصلي ووزن أفعال الشعر كان في شنب وخنا مزاف تنسر إيه معناه شبكة. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. أحسنت. صرف تنوين يك دي كروني كاتوا معناه كبو معناه اسمك فعلا ايه كتنوين ورقت له تنوين له فعلا متمكن امكن ايه فالف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع الف تانيث شو مقصوره به مقصورة بها ممدودة بها كرة أوين ناتا اللي في التأنيث هذا تأنيث أيضا يا يعني شو مقصورة بها وشو ممدودة بها أبيت هوي غير منصربون أو اسمي كتياتي لحد كوية بها نعم وزائدا فعلان في كرة إضافية تصنيع وزائدا وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم إيه هروا هادو حرف زائدة كي حرف زائدة كي فعلانة كألف نونة لوصفك بلاي لوصفك كسلامت بيلوي كسلامت بيلوي كتايكي تي تأنيث بيها أيش غير منصرفة إيه توابينا إيه. ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث ممنوع بك خبر ممنوع أي ممنوع تأنيث بتاك أشهل إيه وصف أصلي وزني أفعل هذا كان ممنوعا لصرف بلا قلت ممنوع تأنيث بتاع بشرت تأنيث كي بتيا ونبي وصف أصلي كو وزني أفعل هذا كان قال هاتوا تأنيث كان بتيا نبو غير منصرفة ممنوع تكبيري بحاله أفعل أقدي أمجا إنك كوا خبري وصف كوا ها خبري محذوفة يعني شي شيء خبره على زائدة زائدا أو مبتدا قريب معناه حاله وخبره محذوف أبي مطلقا منع صرف الذي حواه وكيف منع الصرف أو بوق وجه النبي ووصف نخ إيه مجا خبره كي كوا أدق المحذوف كي باش مجا ممنوع تأنيث بتاع أقرب عليه كي والله ما قرب لي وصفي أصلي وزني أفعله غير منصرف والله حالك جو أنتره ايه دور باشا باو عمي ووصف نصلي ووزن افعل كذلك اذا كان ممنوع تانيث بتاء إيه؟ اما على ان مؤنثه على فعلاء إيه كاشهلا او على فعلاء كالفضلاء او لا مؤنث له مؤنث له كاكمره إيه؟ الله وصف اصلي وزني افعل غير منصرف اجر تانيثا بتيان ابو هروها غير منصرف اقل ممنوع بتانيثان بتي به جابو تانيثان بتي انا به يا لبرو مؤنثك الى تروني فعلاء وكو احمر حمراء اشهل شهلاء يا لبرو مؤنثك الى تروني فعلاء وكو افضل فضلا الى تروني فعلاء وكو افضل فضلا يا اصلا مؤنثي هرني لقب مذكره صفتي مذكره وكو اكمر يعني دع بازل ايه هربو بياو هي فرمو فإن كان بالتاء صرف أبو طالب ومن تحرك شفك شحفت حشفته بجولة إذا أخبوه جولة أخوهمني حشفته أي سري زكري بجولة إيه فإن كان بالتاء صرف أجر هات مؤنثي أو أفعليا بتيبو ولو كانت أسيبة منصرفة به أي يلو خار كأرمل خوي أرمل يعني اللي يرى له فقير والله اللي استيابه هنا لن بيعوي بيجن بيالن أرمل بيجني بيجني مير جلن أرملة أرملة بيالن أرملة بوجنه وأرمل بو بيعو ويعمل يعمل بو قالوا سنين يرى بيعمل وكلا قلبه مية بوالن وشري بقوة بيالن يعمل كابو ميج بيالن يعملتهن تيهي وصفي اصلي هو غير منصرف وزني افعل رجل هات ما نسكي بتي انا ابو ايش غير منصرف اقل بتي ابو منصرفه فرموا والغي عارض الوصفيه كاربع وعارض الاسميه
فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا، انصرافه منع، وأجدل وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينال المنع. الله أجر وصفيتك بعارضي في أبو بخ يوصف دلالك على ذاتك وصفتك وكو كاتب يعني شخصك كأنوسه كوصف يجب بها مشتق به والله مصد هي مشتق نية ومع وصفيتي شتياه أو بين وصفيتي عارضي وكو شيء وكو أربعة أربعة يعني شوار يعني مر ها أسود كو أسودينا وصفيته أربع بشوار لين مرتبة كلبين سيو بينجا بلا ما قرب لي مررت بنسوة أربعين يا برجال أربعة وتصفت وصفتي كتيا يعني جماعة شوار أنا معنا هو وصفتي كتيا بلا معارضي استبها أبو لشوينك بيشت لما معناه كان يا مرتبة كلا عدد هو وكو أربع هو الغاية يعني ما يكبر بغير منصرف هروهاسي يا اويك اللي فيها وصف بو استبوته اسم او الغاي كرواني يعني هل بك غير منصرف او يعني وصيتك اعتبار بما كبيك منصرف او وصيتك اعتبار بك بك غير منصرف كابو ادهم خوي الاصل يعني الرش والله زو زنجير يعني لا والله الرش دروس كردوا لاخر يا استا هر جوره زنجيرك بلا ستيل دروسك هر في الان ادهم او فالادهم والقيل ادهم كبالزنجير الان شنك لا أصل وصف وإنصرافه منع غير منصرف يكي وموجودة يعني منصرف يكي ممنوعة بلام أجدل كبهلولن أخيل بملك خال خالويلن أفعى كبمارلن أمسي أنا مصروفة شنك وصفتك أن عارضية أما أنا غير منصرف منصرف بلام وقد ينالنا المنع لا هندي علماء بغير منصرف حساب اعتبار بوصفتك هكا ابشو بوي وألغين عاجض الوصفية كأربعين فإنه لكونه وضع في الأصل اسما مصروفا مصروف الله وصفيتك عارضي بإلغائك عملي في مكو ميك بغير منصرف شنك لأصلا دان راو بوشي ناو جماري كتابتي أما منصرف وغير منصرف نية وألغين عارض الإسمية اسميتي في الأدهم كرة فالأدهم أي القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وصفيتك عارض اسميتك عارض بأخوي الأصل وصف بلا مثلا ناو بوشتك وصفيتك معتبرني وكو أدهم كبزنجير لأن الأصل بشتي الرشيان قتوا إستا غير منصرفيتك منع هل غير منصرفة فرمو وصف بويست غير منصرفة وأجدل للصقر إيه بك بهلولن إيه وأخيل وأخيل لطائر عليه نقط كالخيلان إيه وأخيل البملي قال إن نقطة نقطي هي وكو خال إيه أما وأفعى وأفعى للحية أسماء في الأصل والحال أفعال بمار لأن لأصل شو لأساها الناون بلام فهي مصروفة كوابو بمنصرف بن بلام وقد ينالنا المنع من الصرف للمح معنى الصفة فيها وهو القوة التلون والإيذاء إيه بلام جاري واتوش غير منصرفية بن بو شنك معنى صفتي أنت يا درك كبريتية التي قوة أسا أدهم أبيان قوة أبيان رنجا ورنجا أدهم شنك بشتي بقوة دلن أسا قوة هروا برشي جالن أحمد الله أدهم رشا أبلق بازو يا رنجا ورنجن أو كا هنا كأخي لك يا إذا أكا كأفعى فعوة يعني خبث بيسيو عزيت شنك أو معنى وصفتين أنت يا جاري ويا خلق يعني كابا غير منصرف بل ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر إيه غير منصرفي هي بو عدل كاتي اللي قال وصفك معتبر عبي يعني بي اسمك عدل تيابي وصفك معتبر تيابي يعني وصفتك عصلي تيابي والتي هي أما لما ثناو ثلاث وأخرى هي مثنى أصلي اثنين اثنين بو ثلاثة 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 بو مثلا أخر جمع أخرى مؤنسي آخرة خوي اسم التفضيل اسم التفضيل ما بس يشتوى بكار دي يا بمينوا بس يشتوى بكار دي اسم التفضيل
يا بإضافة يا بها الدكان شو شي معناها الما الب يا اضافه منو الو اضافه يتدا اخرتي يعني لقلني الله منع له عدل في فكره وصفيتي شانتي يا مال توخي انا دي ومنع عدل وهو خروج الاسم عن حق صيغته الأصلية مع وصف معتبر في لفظ ثناء في لفظ ثناء مثنى ثناء مثنى وثلاثة مثلثة إذ هما معدولان عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وثلاثة وثلاثة وفي أخر كجوانب وثلاثة ثلاثة وثلاثة إيه وفي أخر إيه جمع أخرى أنثى آخر إذ هو معدول عن الآخر وألف يوبو يا ألف يوبو يا مني في يوبو يا إضافي بو هيش يعني نما وجام على كي قلتوها الله غير منصرفيات هي بو عدل كوي اسم لصيغة أصلكي لابشة لقال وصفك كمعتبر بوصفك يعني أصلي به لتي هي للفظي ثناء مثنى يعني دودو ثلاثة مثلثة يعني سياسية شنو كما عدول يعني فيك ولا اثنين اثنين وثلاثة وثلاثة معناها كمكرر ولفظك مكرر بها هسا كمكررني أزانينا ما عدولتي يعني. هل وهلا أخر يشاك جمع أخرى أخرى مؤنث آخر آخر اسم التفضيلة يا بابا مين وبيا بألو وبيا بإضافة سبه هيك كانونيا فرموا ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم إيه هالشيء لسر وزن مثنى وثلاثة به يعني فعال مفعل به ثناء رباع مربع خماسة مخصر ليك وهالتاشوار تو أبيش هالعين يشتغل غير منصرفا كهما وكو ثناء ومثنى وكو مثنى وثلاثة وان لشيء لوك غير منصرفا ليك وهالتاشوار بيزانة يعني رباع مربع ما هي لما ذكر لبرويك وقت ما العدول انت يا وصفيات اكو شنو عدل تي او وصفيات ابو ما نجي لبر او غير منصرف ليك وتاشوات يعني احاد موحده رباعه مربعه ام ذا اي او انت شنو يا نايش باسيك ووزن مثنى وثلاثة كهما في منع الصرف لما ذكر إيه؟ واحد لأربع فليعلم وزن مثنى وثلاثة يعني مفعل فعالة وكم مثنى وثلاثة غير منصرف لبر أو دليك قلت ما عدل أنت ولا قال وصفية إيه نحو أحاد جواني بغي أحاد موحدة إيه رباعة مربعة يعني يق يق شوار شوار بلي وسمع ايضا ايضا خماسه كش بلا قلنا نستوى خماسه مخمسه خماسه دي خماسه مخمسه وعشاره وعشاره مع معشره معشره يعني الددا واجاز الكوفيون والزجاج قياسا خماسه وسداسه ومسدسه وسباعه ومسبعه وسمانه ومسمنه وتساعه ومتسعه كوفيا كانوا دجال ما نش بقياس دروس ابو انا دروس انا دروس غير مصرفيش بله وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافية إيه هل جمعين لمفاعل ومفاعيلتو تو دستبري أو كبيك بغير منصرف مش به أم دوان أبو مفاعل ومفاعيل أو تو كافل وكفيل ببوشيب ومنع الصرف يعني يعني بلا غير منصرف وكل جمع متناهن متناهن مش به مفاعل في كون أوله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض بعدها حرفان أولهما مكسور إلا لعابد إيه؟ نحو دراهم إيه؟ ومساجد إيه؟ توهر جمعك صيغي منتهى جموع يعني جاريك جمع نكري تو لسر وضي مفاعل بأول كي مفتوح بوسيام حرف ألف يكبيع عوض نبي لبريش تيتر لدواء يشهدو حرف هبيت هو يكم يعني مكسور بي إلا لبر عارض نبي وكو دراهم ومساجد او مشبه كفيل ببسيب بمنع الصرف كلمه كتاب لا وكا عوض بو الف كيل برو حساب نبو كمان غرسيه غرسيه كان بيني امره او طالبان في ايه او قال الف كا عوض نبي نموني بو هنا بو نمونك استلبيني شي مقاله لان اصله قول
غير سياكة هنا ايه مقالاتي اكو مقالات فالفه عوض عن الواو مقال قوله اكو مفاعله كلمه يكتبوا الا لعله ايه عوض هي اللي وياها نمونيكي هنا ابوانك لبرو عوض حسابنيا ام ذا قال عارض هو كشي دواب خوي دوابي باب ولا فيشا يا كم حرف مكسور وبلام لبر ادغام كسركين معه وقيناك او غير منصرفة دي او مش بهن تينا عذارا ايتو خوي عذارا جمع عذراء شي فإن أصلها إيه عذري بكسر الراء منقوصا في الراء سماحا فقلب الياء ألفا وافتح الراء وهو أول الحرفين بعد الألف قام نسمع دروب ديمو